في عالم الحيوان كل شيء بسيط، هناك دائما صياد وفريسة، لكن المعركة التي تكون بين نفس النوع تبدو أكثر إثارة. أقترح عليك إلقاء نظرة، في هذه الحلقة سأريكم معركة للحيوانات تم التقاطها بالكاميرا، هيا بنا. قتال الغوريلا. يتخيل الناس أن الغوريلا حيوانات عملاقة تسحق كل شيء في طريقها. يعتقد البعض أن جميع الغوريلا أطول بكثير من البشر. على الأرجح نشأت هذه الصور النمطية بسبب تعميم صورة كينغ كونغ، لكن نادراً ما يتجاوز متوسط ارتفاع الغوريلا 170 سنتيمتراً. مع ذلك يمكن أن يصل وزن الذكور من 150 ل 200 كيلوغرام، والوزن الرئيسي يرجع إلى العضلات القوية للرئيسيات. مع هذه الجينات المذهلة سيكون من الغريب ألا تتقاتل وتظهر هيمنتها حتى تجاه نظائرها. في إحدى حدائق الحيوانات وقفت غوريلا بحماس شديد أمام الناس، أرادت أن تظهر للجميع مدى قوتها وجمالها وقدرتها على أي شيء. مع ذلك كان هناك حيوان واحد أفسد كل شيء. كما توقعت، أنا أتحدث عن نظيرها وفي نفس الوقت جارها في القفص. أرادت التباهي أمام الناس أيضاً، وشعرت الغوريلا الرئيسية بالغيرة. في مرحلة ما بدا وكأنها تتأقلم مع غضبها، ولكن عندما لاحظت كيف اقترب المتطابق من جمهورها المفضل لم تتراجع. هاجمت إحدى الغوريلات الأخرى واندلع قتال عنيف بينها. أظن أنه لو استمرت المعركة أكثر فقد تكون الإصابات أخطر. لحسن الحظ لم يصب أحد بينها. ببساطة قامت الغوريلا بتسلية الجمهور ثم تفرقت بسلام. بالمناسبة خسرت المتنمرة. معركة أسدين. تذكرنا حبكة الفيديو التالي بفيلم كلاسيكي عن صداقة قوية بين الذكور تنتهي بمجرد ظهور أنثى. لم يتشارك الشقيقان الأنثى، واندفع كل منهما تجاه الآخر من أجل حقه في التزاوج. لم تكن المعركة ضارة كما كانت بين الغوريلا في ذلك الفيديو. هنا كانت الأسود تعض بعضها وتلوح بمخالبها وتواجه بعضها وما إلى ذلك. بالإضافة كانت المعركة مصحوبة بالصراخ المذهل للحيوانين. في النهاية تحدد الفائز، أحنى الخاسر رأسه للآخر بسلام وتركه يغادر أرض المعركة. أظن أنه بعد هذه المعارك لا ينبغي أن يكون لدى البشر أو أي أحد آخر على الأرض أي أسئلة حول سبب عيش الذكور أقل من الإناث. بالمناسبة، أترغب بمعرفة حقيقة عن تزاوج الأسود؟ أحياناً يترك حريم الأسد بدون رب أسرة، ثم يتعين على السيدات الجلوس وانتظار زعيم جديد لتوليها. غالباً سيكون أسداً شاباً قوياً غادر قطيعه بالفعل، ولكن لم يتح له الوقت بعد لتكوين أسرته. مصير الأسود في مثل هذه الحالات محسن. لا تمارس الأسود التبني، لذا فإن أول شيء سيفعله رب الأسرة الجديد قتل جميع الأشبال من سلفه. بالطبع هذا يبدو قاسياً، لكن الحقيقة أنه حتى تكبر الأشبال لن تحصل النبؤة على حرارتها، مما يعني أنه خلال فترة حكمها القصيرة لن ينتظرها الأسد للتزاوج، وأهم شيء بالنسبة له إنجاب ذرية. بإمكاني تخيل كيف تتقاتل الأسود مع بعضها حتى بدون مشاهدة الفيديو، إلا أن ذلك أصعب مع الفهود. الحقيقة أنها لا تمارس عادة القتال مع بعضها، يمكنها الصيد معاً والعيش معاً، لكنها لا تتقاتل أبداً. مع ذلك في هذه القصة كانت مشكلة الأنثى حادة لدرجة أن الحيوانات لم تجد مخرجاً آخر إطلاقاً. لكن بدا الأمر كما لو أن أحد الفهود لم تعجبه هذه النتيجة أبداً. اتخذ الأقرب لنا موقفاً دفاعياً، لذلك سرعان ما انتهى به الأمر على الأرض. استمر الفهد الثاني في مهاجمته وسيقضي في النهاية على نظيره. ونظراً لأن الفهود لم تضع مثل هذا الهدف، فقد كان واضحاً أي حيوان خرج فائزاً. قامت بحل مشاكلها وذهب كل منها في طريقه. قتال ظبي الماء. هناك شيء يخبرني أن بعضكم يفكرون الآن في أنفسهم، ماذا؟ ظبي الماء؟ ما هذا الشيء؟ دعني أخبرك، هذه المخلوقات لا علاقة لها بحيوان الأيل. ليس لها السكسوكة الأسطورية أو عادة ضرب شخص على الطريق. ظبي الماء هو أحد أثقل الظباء، حيث يمكن أن يصل وزنه ل 250 كيلوغرام وارتفاعه ل 130 سنتيمتراً. الشيء الوحيد الذي يربط هذه الحيوانات بالأيل رائحتها. عندما يخاف حيوان الظبي الزائف، تنتج غدد جلده مادة دهنية ورائحة كريهة تشبه رائحة الأيل. هذه الروائح المشكوك فيها تطرد الحيوانات المفترسة وحتى البشر، بمعنى أن لحم هذا المخلوق له رائحة كريهة مميزة، وببساطة لا فائدة من اصطياده.
بالنسبة للباقي فهو حيوان كبير لا يمانع في القتال. علاوة قد يصبح مخلوق زميل أيضاً خصماً لأسباب كثيرة، مثلاً لمشاركة الطعام أو الإناث أو الأراضي، أو بطريقة ما ينظر إلى جاره بشكل خاطئ. هذه الحيوانات ليست معروفة برباطة جأشها وتوازنها، وهذا هو السبب في أنها تتعارك باستمرار. أراهن على أن الشخص الجاهل إذا سئل عن أي حيوان من نفس النوع سيخوض أصعب قتال سيقول الأسد. أجل هو ذلك؟ هذا مفهوم، لأن الأسد كما يعلم الجميع هو ملك الغابة. هذا يعني أنه الأقوى، وستكون المعركة بين متجانسين من هذا النوع مذهلة. لكن هذا ليس صحيحاً تماماً. الحقيقة أن الأسود حيوانات تصطاد مع القطيع، لذلك يتم صقل مهاراتها للقتال في مجموعة من الأصدقاء. النمور من ناحية أخرى وحيدة اعتادت على التمسك بخطتها الخاصة وعدم الاعتماد على أي أحد آخر. هذا هو السبب في حال القتال بين النمر والأسد، فمن المرجح أن يفوز الأول، لكن هذا ليس ما نتحدث عنه الآن. نواجه الآن معركة بين نمرين بالغين وذوي خبرة يحاولان كسب قلب واهتمام الأنثى المجاورة لهما. إذا سألت نفسك لماذا تتقاتل الحيوانات دائماً من أجل أنثى؟ ألا يوجد عدد كاف من الإناث؟ الجواب بسيط جداً، الحقيقة هو أن التزاوج يحدث دائماً على أراضي الأنثى، وهكذا يواجه الذكور حتماً منافسين وعليهم القتال. لن تترك المعركة الوحشية للمفترسات أي أحد غير مهتم، مما يجبرها على الإعجاب بالسلطة الممنوحة لها. قتال على الطريق مباشرةً. أحياناً لا يتعين عليك الذهاب إلى الغابة لمشاهدة معارك الحيوانات. يمكن للحظ أن يبتسم لك في منتصف طريق رحلة خارج المدينة. على الأقل هكذا شهد مصور هذا الفيديو قتالاً بين اثنين من الموظ. كما يحدث عادةً كان اللوم على الأنثى من الجنس الآخر. لم يتعافى الموظ بشكل كامل من موسم التكاثر والذي يصاحبه إثارة مميزة وعدوانية، وبسبب ذلك يمكنها خوض معركة في منتصف الطريق أو بالقرب منه، ولا تخاف حتى من أن تصدمها السيارة المارة. فيل البحر. فيل البحر هو تلك المخلوقات التي يصل طولها لستة فاصلة خمسة أمتار ويصل وزنها لأربعة أطنان. يلعب الحجم الكبير دوراً هاماً في حياتها، وليس فقط بسبب أنها كلما زاد حجمها كان صعباً اصطيادها. الحجم يزود أجسامها بالمزيد من الأكسجين، مما يسمح لها بالغوص والسباحة لفترة أطول، كما يساعدها على الفوز ضد الحيوانات المفترسة. لا أعتقد أنني بحاجة إلى شرح سبب القتال، إنه كباقي الحيوانات الأخرى على الأرض. خلال موسم التكاثر ينشغل الذكور بالعمل الجاد ولا يتوفر لديهم الوقت لإلهاء نفسها حتى بالطعام. خلال ثلاثة أشهر من التزاوج يتضور الذكور جوعاً. في أوقات فراغهم من هذه العملية يتعين عليهم إبعاد المنافسين، وهنا حيث يفوز أكبرها. تبدو معارك فيل البحر مضحكة، إنه بسبب وزن وحجم الذكر وهو يطرد منافساً بعيداً، أحياناً يمكن أن يطارده حتى في الماء. من المؤكد أن أفيال البحر مخلوقات لطيفة وفريدة من نوعها، لكنني شخصياً أجدها غريبة. بالنسبة لي الأفيال الحقيقية هي فقط هذه، عمالقة كلاسيكيون على أربعة أرجل بخرطوم كبير ووزن مذهل بنفس القدر. إذا كان القتال بين أفيال البحر يجعل الناس تضحك، فعندئذ في القتال بين الأفيال العادية يكون الجميع هادئ ولا يصدر صوتاً، وإلا سوف تسمعهم الأفيال وتعاقبهم على سوء تصرف. برغم ندرة هذا الحدث بين الأفيال إلا أنه يحظى باهتمام. القتال باستخدام أنياب عملاقة، أقوى ضربات رأس، دفعات وحفنة من الغبار ترتفع في الهواء بسبب حجم الخصوم، كل هذا يجعل المعركة ملحمية ومذهلة للغاية. وحيد القرن. عند الحيوانات توجد القرون عادة في الذكور، حيث إنها ضرورية لفرز الأشياء ولجذب الإناث. هذه هي القاعدة التي تتبعها معظم الحيوانات، ولكن ليس وحيد القرن. أولئك الحيوانات الكبار لديها قرون متساوية للذكور والإناث. في المعارك النادرة يعتمد وحيد القرن أكثر على الأسنان وضربات الجسم. نادراً ما تدافع عن نفسها ضد الحيوانات، لأن القليل من الحيوانات يجرؤ على مهاجمة وحيد القرن. انظر فقط إلى القوة التي تدفع بها وكيف تضرب خصمها. تخيل نميراً أو أسداً أو تمساحاً في مكان وحيد القرن الثاني. يبدو أن الأعداء لن يكون لهم فرصة في قتال مباشر معه. هذا كل شيء. أخبرني في التعليقات عن القتال الذي أثار إعجابك أكثر. شكراً للمشاهدة، أراكم لاحقاً.